تعرف على مكونات وصفة اليوم. وصفتنا لليوم عم نعمل كيكة مثل ما سميناها الورد بالهيل والزعفران. الورد بالهيل والزعفران. دايما الكيكات لما منزيد عليها نكهة أو منغير شوي بالتفاصيل الإضافية بتغير اسم الوصفة كلها. احنا اليوم حنعمل مثل الميلك كيك أو اللاتي كيك اللي كتير انشهر بالفترة الأخيرة. في لاتي بس كيك؟ عم نغير لاتي كيك اللي هو بيتحضر، المقصود بلاتي أنواع حليب مختلفة بتنضاف على الكيك. فحنعمل الوصفة كاملة كأنه عم نعمل كيك إسفنجي، حنزيد عليها نكهة الهيل، وبالنسبة للورد والزعفران فحتكون جزء من الصوص اللي هو الحليب اللي منضيفه بعدين على وقت التقديم. فينا نعمل هالوصفة بقالب كبير ونحط عليها الحليب، أو فينا مثل ما حأعمل اليوم أنا بقوالب السيليكون. رح أحضر اليوم مثل كيكس صغار، حورجيكم كيف منقصهم وكيف منزينهم وكيف نحصل على هاي النتيجة اللي بدنا إياها. طبعاً أول شيء ومثل كل كيك اسفنجي، المعلومة الأساسية بنحمي الفرن، وبعدين بنخلي كل مكوناتنا على حرارة الغرفة على الأقل لمدة نص ساعة 45 دقيقة حتى تصير معانا الكيك تنفش بالطريقة الصح. حطيت هون إصبعين من الزبدة على حرارة الغرفة، حضيف عليهم كوب ونص من السكر، ونبدأ هلأ بالخلط. دايما بنقول الزبدة والسكر بالبداية، أول ما ببلش يصير عندي شيء مفتفت مثل رمل البحر، وقتها بنزيد عليهم البيض وبقية المكونات. لها الوصفة هاي عم نستعمل 3 حبات من البيض، كمان نفس الشيء البيض يكون على حرارة الغرفة، وعلى طول على الزبدة والسكر أول ما صاروا متجمعين حنضيف عليهم البيض بالتدريج. طبعاً من أحد أسرار نجاح الكيك الاسفنجي إنه يطلع معانا بينفخ ويطلع معانا بالنتيجة اللي احنا بنحبها هو استعمال أي مكون حامض. فأحياناً نستعمل اللبن اللي هو اللبن اللي نشربه العادي الروب، أو ممكن نستعمل شوية عصير ليمون على الحليب. فمثل هي كأنه عم نعمل نتيجة بتفرط السائل، بس هذا الحموضة اللي موجودة الأسيد الموجود بيساعد البيكنج سودا والبيكنج باودر إنه ينفخ معانا الكيك أكتر. هلأ نخلط عندي الزبدة والسكر والبيض معاهم، حنضيف عليهم كوب من اللبن. كمية زينة يعني مو شوي. نفس المعيار أو الكوب اللي استعملته بكل المقادير مستعمله نفس الشيء لللبن. صار عندي هلأ هون هذا الخليط السائل كامل. في عندي المكونات الجافة اللي هي عبارة عن 3 أكواب من الطحين، هنضيف عليهم نص معلقة من البيكنج سودا، معلقتين صغار من البيكنج باودر، وحنحط معاهم كمان معلقة صغيرة من الهيل. حنحكي شوي عن البهارات. يمكن دايماً بأي مطبخ حلويات أو حتى بالطبخ العادي لما بنعطي المعيار بنقول مثلاً معلقة صغيرة أو نص معلقة، أحياناً بتكون السبايسز عندنا كتير طعمتها قوية، بتكون كتير فريش. فدايماً تأكدوا إذا حسيتوا الريحة كتير قوية يعني بنحتاج كمية أقل. نفس الشيء الزعفران بتختلف. نعم. الأنواع الموارد نفس الشيء، فكتير من التفاصيل بتفرق على جودة المنتج. هناخذ هون هذا فريش عندي قوي قوي صراحه الريحه، بس يعني بتحتاج بس معلقه صغيره ما حد كثير تطغى بالطعم. وهلا نفس الشيء بنزيد نحن والخلاط شغال المكونات الجافه نفس الشيء بالتدريج. هلا كيكتنا لليوم تقريبا صارت جاهزه، وحنبلش نحضر الصوص اللي حيعطينا نكهه الورد ونكهه النكهه هي اللذيذه اللي احنا بنحبها. فلتحضير الحليب، هذا الكيك اللي هون بس بيحتاج هلا خبز بالفرن. دائما بنقول الخبز على حراره تقريبا من 160 170، ما نزيد الحراره كثير حتى نساعد الكيك انه يعني ما يتغير كثير لونه من برا وينطبخ معنا من جوا. بالنسبه لخلطه الحليب اللي هي كثير بتختلف عليها الريسيبيز والوصفات والاشكال والالوان على حسب قد ايه احنا بنحب السكر. انا من هيك خففت شوي السكر بقلب الكيك. لانه خفف الحين يعني حتى هي مفروض بس بنحط لها كوبين من السكر. بس صراحه لما بيكون انا من الناس لما يكون كثير السكر قوي يعني بصير حالي زياده، بصير خلص بدي بعدها تشيبس، بدي بعدها زيتون، بدي بعدها بطاطا، خلص نغير نكسر الحلا. فللوصفه هي اساسيا نستعمل الحليب المبخر اللي هو الايفابوريتد ميلك المعروف، بنستعمله احيانا بالشاي، وبنزيد عليه كريمه اللي هي كريمه الخفق العاديه السائله، وبنزيد عليه الحليب المكثف المحلى. هيك المقادير الاساسيه اللي هي كوب بكوب بكوب. انا اليوم حبيت شوي غير بالوصفه وحاستعمل من الكراميل، من هيك قلت لكم خففت سكر، مستعمل تقريبا معلقه من الكراميل، معلقه كبيره، حزيد عليها نصف كوب من الحليب المبخر، وبنزيد عليها كمان نصف كوب من الكريمه. بيكون صار عندي طبعا هلا على الحراره فينا نحركها حتى نتاكد انه الكراميل يدوب بشكل كامل بقلب الوصفه.
لنزيد الطعمات ونعطيها النكهة اللي إحنا بدنا إياها حنزيد عليها الموارد، ودائما ننتبه من الموارد والمزهر بكل وصفات الحلا. في فرق، ها؟ شوية زيادة إذا زدنا منها بتمرمر وبتعطي طعم أبدا مو مستحب بالحلويات، فعلا. خاصة بالرز بحليب، بالمهلبية، بكتير من الوصفات العربية اللي فيها حليب ما تزيدوها كتير لتصير كأنه حاطين كريم بقلب الوصفة. فحزيد عليهم معلقة واحدة من الموارد بس لتعطي الطعم، ومنحطها على النار نبلش شوي بس نحمي الحرارة، ما بدنا إياها تغلي، ما بدنا إياها كتير تكون حرارتها مرتفعة. أول ما بيصير دافي الخليط معي حناخذ شوي من الزعفران ونزيد عليها لتعطي هذا الطعم المتكامل. والله فعلا نكهات اليوم كثيرة، ودنا نكتشف كيف راح يكون هذا التمازج بينها. هي الوصفة لو حتى احنا حابين ان نزيد او نرفعها اكثر، نغير بالتزيين، ممكن نعمل معها كمان كريمة ونرجع نزين بالكريمة ونحط الحليب، يعني نزيد من كل هاي التفاصيل. بس دائما انا بحب وصفات مثلا لما بنعمل فستق نزين بالفستق، لما بدنا نعمل راسبيري نزين بالراسبيري. اليوم بالورد رح نزين، فاليوم عندنا الورد المجفف اللي هو بيكون صالح للاكل. ممكن حتى لو عندكم ورد اللي بنشتريه من محلات الورد بس ما تحطوه على طول بشكل مباشر على الكيك، ممكن يكون بجزء بتزيين الصحن اذا عم نعمل صحن كبير. بس ما يكون لانه ما لا يؤكل، يعني انتبهوا دائما. من يمكن حكينا عن هذا الموضوع أكثر من مرة أنه أحيانا بيكون فيه أشياء غير صالحة للأكل، أو يعني هو بالأخير ورد تزيين. وفينا كمان نزيد شوية رازبيري لنعطي هذا اللون البينك لوصفتي. والله مدلعتنا اليوم، دائما مدلعتنا. وصفة يمكن خلينا هيك نكمل تفاصيل وصفة كيكة الورد بالزعفران وبالهيل. ومثل ما قلنا خبزنا الكيك وفعلا طلع كتير هيك النتيجة كتير حلوة، حتى قصيت قطعة جربتها. الحلو بهذا الكيك إنه إذا بدنا نقدمه مع الحليب الخليط اللي عملناه اللي هو من الحليب المكثف مع الحليب المبخر مع الكراميل الزعفران مية الورد حطيناها كلها، فينا نقص هذا الجزء اللي فوق من الكيك ونحطه بصحن للتقديم، نرجع نغمره بالحليب ونفشت يعني بشكل جيد. نحط شوي من هذا الحليب. هلا نحن اخترنا الورد هذا مثل ما قلت لكم لنزين فيه بس ما لازم يؤكل، حنحطه على اطراف الصحن، ممكن يطلع بهذا الشكل يعطينا طريقه مختلفه. هي كلها طبعا افكار على حسب انتم قد ايه عم تعملوا كميه اللي بدكم اياها لهالوصفه. بس كمان حتى حلوه لمثلا عيد ميلاد، انيفرساري، احتفال او اي شيء بيكون بهالطريقه. وبنرجع بنستعمل شوي من الكريمه بنحط عليها بالوسط. يا سلام. بنرجع بنستعمل شوي من الورد المجفف اللي هو قابل للاكل. هذه يعني حتى هذه الوصفه تحتاج مكان حلو، حديقه، شرفه فيها خير. يعني بدها ستب معين بدها ستب معين بدها ابه خاصه.